بيقول هل كانت عندما تقدم الذبيحة من أجل خطية تغفر لهم بعد تقديم الذبيحة؟ أم يعطى الوعد بالغفران بعد سفك دم المسيح؟ هو طبعا كان بيؤمن ان خطيته غفرت له زي اي واحد في العهد الجديد. المسيح قال للمرأة الخاطئة مغفورة ليك خطاياك، لكن لم تغفر لها الخطية فعلا الا بعد ما سفك الدم. فيبقى اخذت صك بالغفران لكن نوال الغفران بدم المسيح. كذلك مغفرة العهد القديم كان بياخد صك بالغفران لكن نوال الغفران كان بيبقى مع